السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن بر الوالدين من أعظم الفرائض والواجبات، وقد قرنه الله تعالى بعبادته وحده لا شريك له. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله. فروى الإمامان البخاري ومسلم من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي نبي الله؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم يا نبي الله. قال عليه الصلاة والسلام: ففيهما فجاهد. وفي رواية لأبي داود: جئت أبايعك على الهجرة في سبيل الله وتركت أبوي يبكيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. قال العلماء رحمهم الله: يحرم الجهاد في سبيل الله إذا امتنع الوالدان، أي لم يأذنا، بشرط أن يكونا مسلمين، لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية، إلا إذا تعين الجهاد فحينئذ لا يؤخذ بإذنهما، انتهى. والوالد أوسط أبواب الجنة. فروى الترمذي في سننه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ هذا البال فاحفظ هذا الباب، أو فإن شئت فاحفظ هذا البال فاحفظ هذا الباب أو أضعه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خسارة من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة. فروى الإمام مسلم في صحيحه أن رجلا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك بوي عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. أيها الإخوة الأفاضل، لقد أخبر الله جل وعلا عن أنبيائه وأحبابه أنهم كانوا بررة بوالديهم. فذكر الله جل وعلا عن نبي الله يحيى أنه كان بارا بوالديه، فقال جل وعلا عنه: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وقال تعالى عن نبي الله عيسى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والأم لها أعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله، وقد بين جل وعلا ذلك فقال سبحانه: وصينا الإنسان بوالديه. وذكر العلة في ذلك، أو ذكر الحكمة في ذلك، ليعتني بذلك الأولاد. حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف ومشقة على مشقة، وحمله وفصاله في عامين، فهناك تعب الحمل
وتعب الولادة وتعب الرضاعة، كل ذلك والأم تتحمل كل هذه المتاعب والمشق وكل هذه المتاعب والصعوبات. وروى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا نبي الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأمك؟ قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وروى النسائي والترمذي في سننهما من حديث معاوية بن جاهمة رضي الله عنه أن جاهمة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: جئتك يا نبي الله أستأذنك في الجهاد في سبيل الله، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أحية أمك؟ قال: نعم. قال: ارجع فبرها، وفي رواية: الزم رجلها فثم الجنة. أيها الإخوة الأفاضل، لقد أوصى الله جل وعلا بالوالدين، فقد أوصى الله جل وعلا بالإحسان إلى الوالدين وإن كانا كافرين. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا محروفا. في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، إن أمي جاءت مشركة في عهد قريش وهي راغبة، أي راغبة في الصلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي أمك. ولن يستطيع الولد أن يرد المعروف إلى والديه إلا أن يجد والده مملوكا فيشتريه فيعتقه. فروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. ورضا الرب في رضا الوالد. فروى الإمام الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر لما فيه أو لما يتضمن من عدم الوفاء ونكران الجميل. ففي الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قارن عقوق الوالدين بالشرك، دليل على عظم هذا الذنب. وكذلك عقوق الوالدين سبب لدخول العبد النار، أعاذنا الله وإياكم منها. فروى الإمام أحمد مسند من حديث أبي بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فدخل النار فأبعده الله وأسحقه. ويكون بر الوالدين بالإحسان إليهما بالقول والفعل وبذل المعروف. أما الإحسان إليهما بالقول فبالكلام اللين معهما وألفاظ التكريم التي يخاطبان بها، وكذلك قضاء حوائجهما وتيسير أمورهما في غير ما يضر الولد في دينه أو دنياه، وكذلك بذل المعروف لهما بطيب نفس، وأن يرى الولد أن قبول الوالدين لهذا المال هو رد جزء من المعروف الذي قدمه، وأن يرى أن المنة لهما في قبوله والانتفاع به.
أيها الإخوة الأفاضل، بر الوالدين يستمر للعبد بعد الوفاة، فمن ذلك برهما بالدعاء لهما. قال تعالى عن نبي الله نوح: رب اغفر لي ولوالدي. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومن ذلك أيضا ومن برهما بعد موتهما الصدقة عنهما، فإنها تصل إليهما. فروى الإمامان البخاري ومسلم من حديث عائشة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، إن أمي افتلتت نفسها، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ومن برهما بعد وفاتهما صلة أصدقائهما. فروى الإمام مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه كان يسير في طريقه إلى مكة فلقي أعرابيا فسلم عليه عبد الله وحمله على حماره وأعطاه عمامته التي كانت على رأسه، فقال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم من الأعراب وإنهم يرضون باليسير، أي أن الذي أعطيته كثير. فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: إن والد هذا الرجل كان صديقا لأبي عمر، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، أي أصدقاء أبيه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك، اللهم اختم بالصالحات آجالنا، اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.